نقول مع بعض المقادير سريعا. عندي صدر مخلي من ديك الرومي، عندي سكر بني، قرفه، ثوم، كزبره وبقدونس، زعتر، عندي هنا خل التفاح، في الليمون، الليمونه بقى هنجيب ليمونه كبيره اداليا، وعندي برضو الزبده، بصل، جوزه الطيب، زعتر مش فريش بقى، زعتر باودر، والليمون مع التفاح. صدر بتاعه شوفوا حلو جميل وكبير اهو. يلا نتبله بقى تتبيله حلوه قوي من بره كده وجوه، علشان ايه نلفه لفه برضو جميله. يلا بينا. الزعتر مع الروز الميري في الحاجات دي بيكون حلو جدا في التتبيل. سنه صغيره وسنه هنا صغيره برضو كده، مع الثوم اللي انا هكون ايه حشيه جواه، هدخل الثوم جوه كده زي ما هو، وبرضو هدخل كام بصلايه جوه اهو. وبعدين ايه بقى عايزين نلفه كده علشان يتربط ربطه حلوه كده، وبعدين عايزين نحط عليه شويه زيت اهو، الزبده حط على الوش، ممكن نربطه وممكن نخليه كده. انا عامله واحد مربوط وده ممكن اخليه كده اهو، واجي من الاخر كده برضو واطلع الناحيه التانيه هيل تمام زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هجيب شويه صغيره من البصل، ده هيستوي اللي انا عاملاه ده كده، هقعد في الفرن الاول 45 دقيقه يخش يطلع. بعد 45 دقيقه دول اقوم قلبيه على الناحيه الثانيه، وممكن اقوم بقى مغطياه وحاطه معاه بقيه البصل. يلا تعالوا بقى ايه ندخله الفرن. كده بقى نغطيه وايه يخش الفرن يستوي لمدة 45 دقيقة، وبعد كده يطلع ونحط عليه بقية الحاجة ويقعد لمدة 4 أو 5 ساعات. طبعا احنا عاملين نسخة عشان ايه الوقت. ادخله بقى الفرن. اوكي تعالوا بقى نعمل ايه الصوص بتاعنا. هنعمل صوص الكارملايز تفاح مكرمل. هجيب 4 قطع زبده، دول هنشيلهم عشان شويه ونحطهم عليه. الزبده والسكر البني دايما احنا عايزين نبتكر ونغير في الطريقه، والاكل يبقى بطعم جديد، نكهات مختلفه، ده بيحلي قوي قوي الاكل وبيخليه مختلف، ما بيخليش اكلنا اكل هو هو ونفس الاكله وكده، لا كل ما بنجدد كل ما بنبقى مبسوطين اكتر، وبنحس ان احنا عملنا ايه ده حاجه جديده فبنبقى ايه فرحانين بيها. يلا تعالوا كده نعلي شويه. يلا بينا اهو، انا بس اسيح الزبده كده. ودايما لما نيجي نقشر التفاح علشان ما يغمقش مننا هنقوم حاطين عليه الليمون، دي بتكون مهمه جدا. حطيت الليمون مع السكر والزبده وايه هسيبه كده شويه يتكرمل وينزل الصوص، وارش هنا شويه قرفه تفاح مع القرفه من الحاجات الحلوه جدا.
طعمها دايما بيظبط، بيديله نكهه، نكهه حلوه قوي اهو كده. نسيبه بقى شويه، شايفين فص التوم دول نحطهم هنا، برضو هنكرملهم مع السكر كده والقرفه، نكهات مختلفه حلوه جديده، التجديد دايما بيكون مطلوب. وهنحط من الزعتر، هو اول ما بيخش بقى في النار بيبدا يتفصفص كده لوحده، بدل ما ايه. ممكن كمان احط البصل هنا، خليني اعمل هنا البصل اكرمله ويبقى ده مع الصوص بتاع التركي علشان يدينا برضو طعم جديد ومختلف اهو. الروايح ميكس حلو جدا مع بعض كده بقى. عشان ايه اكرمل، هقوم عامله كده، احط شويه من الخل وهزود شويه من القرفه. وهنقلب. والتركي اللي انا كنت عاملاه وقلت لكم اتقطع كده، مش هقطعه كله، انا هقطع على قد اللي عايز، لان ممكن لو انا مثلا عندي عزومه ودول بس اللي اتاكلوا، دي تتشال ونعمل بيها بكره حاجه تانية. اوكي. وهاجي بقى احط هنا التفاح بالطريقه دي.